اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم لاصوب بالحوت اللي كتجي زوينه بزاف خطيره في المذاق. هنا حطيت هنا عملت نص كيلو ديال الفرخ، معلقه كبيره ديال الزبده، شويه الملح وشويه البزار، نخليهم يتشحروا. صافي دابا من تشحر ليا مزيان الحوت غادي نحيدو. هنا بعد ما حيدت الحوت غادي نضيف ثلاثه الخيزوات مقطعين وثلاثه البطاطا هما مقطعين. ثلاثه البروات مقطعين وشويه ديال الكرافس هو مقطع. غادي نضيف الضامة ديال الحوت وغادي نروي تقريبا واحد اطرو ديال الماء. صافي غادي نسد عليها نخليها حتى طيب. صافي خليها دابا طيب على خاطرها. هنا بعد ما بردات غادي ناخذ الخضره وغادي نطحنها. غندير القياس ديال الروا باش ما تجينيش جاري، خاص انا بغيتها تجيني عاقده. المهم انا غادي نطحنها ونرجع من بعد باش تشوفوا كي غادي تولي. انا طحنتها ونسيت ما قلت لكمش راه زدت عليها حتى داك الفرخ اللي كنت شحرت من الاول زدتو حتى هو طحنته مع الخضره. شعلت عليها دابا العافيه غنزيد عليها واحد الحفنه ديال القمرون اللي منقي. غادي نزيد الكريمه الطبخ. هنايا زدت 125 غرام
صافي وغادي نبدا نحرك. نحركوا فيها حتى تعقدات. ها هي لا تيكستور ديالها كي ولات صافي، جات فيها الغاليه. غادي نطفي عليها وغادي نزيد لها الفرماج حمر. صدقوني هاد لاصوبه دي كتجي غزاله بنينه بزاف، جربوها. صافي وتاكلوها بالصحة والراحة.